هذا التقرير سنتحدث عن ملعب المسيرة الخضراء لكرة القدم، كيف يعيش أيامه في زمن كورونا، فابقوا معي. الناظر لأول مرة لهذا المشهد يظنه أنه في مدينة أوروبية، لكن بالعكس إنها مدينة آسيا في حاضرة المحيط. هذا ملعب المسيرة الخضراء الذي كان اسمه في أيام الزمن الجميل ملعب لوغان، أو باللغة الفرنسية ستاد لوغان، والذي عوض ملعب جنان الزيتون الشهير سنة 1937، وهو بمثابة هدية لفريق اتحاد آسيا بمناسبة صعوده إلى قسم الكبار موسم 1936-1900. وخوفا من تفشي كوفيد 19 أغلقت أبواب هذا الملعب في وجه الجماهير والمحبين، فأصبحت المباريات تجرى بين مدرجات فارغة. الفيروس أحدث شللا كاملا في كل الجنبات. السيد عبد السلام حلي، رئيس رابطة الجمعيات المساندة لفريق أولمبيك آسفي وجمعية محبي كرة القدم بمدينة آسفي، التي كانت وراء صعود الفريق للقسم الاحترافي في موسم 2003-2004، له رأي خاص حول تأثير فيروس كورونا على ملعب المسيرة. بالفعل لأن الجمهور هو الرقم 12 العادي، لما كانش الجمهور ما كيعطيش المستوى اللي مطلوب منه، انه الجمهور كيلعب واحد الدور مهم. اللاعب داخل الميدان راه كيكون دائما كينتظر الجمهور، وكيعرف انه الجمهور كيغبي النتيجه ويغبي واحد كرة قدم اللي تشرف المدينة وتشرف الفريق. الكرة بدون جماهير ليست كرة القدم، لأن ضجيج المشجعين يعطي جمالية للمباراة. في ظل هذه النتائج المفرحة التي يحققها فريق أولمبيك آسفي رغم كآبة الوضع، أتمنى وكما يتمنى كل ساكنة العالم التغلب والانتصار على هذا الفيروس الصعب.